ولمزيد من التفاصيل حول فجعة مستشفى الحسين وردود فعل المواطنين حيالها، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية ناشط في التظاهرات عباس المدني. أهلا بكم سيدي. تحياتنا لكم أستاذتي العزيزة، وتحية إلى قناة الرافدين البطلة، حياكم الله. أهلا بك سيد عباس. حريق مستشفى الحسين الجامعي وما نتج عنه من ضحايا أشعل غضب الشارع العراقي بالكامل، كيف تبدو الأمور حاليا في الناصرية؟ سيدتي العزيزة، الآن ما يحصل هو مؤامرة حزبية ميليشياوية. الأحزاب بأي طريقة بالناصرية جاي، يعني شلون مثل ما تقول، يعني جاي تزيد هذا الوضع على مود قضية الانتخابات أو قضية المستشفى. ما يحصل حاليا، البارحة حضرنا للمستشفى، مستشفى الحسين التعليمي، كانت الأبواب يعني بيبان اثنين بالمستشفى. غلقوا أحد الأبواب، وأحد الأبواب مفتوح، يعني كانت القضية مجهزينها، مرتبين أمورهم، وكل هذا فزعوا المتظاهرين على مود ينقذون اخوانهم اللي داخل المستشفى، ويجي سعد حربيه مدير قياده شرطه ذي قار يضرب على المتظاهرين، يطلق النار على المتظاهرين. اعرف المتظاهرين يريدوا ينقذون اخوانهم. يا اخي انتم مات، انتم سبب الدمار، انتم سبب الفشل، انتم اجيتوا بمحاصصات حزبيه، انتم ليش ما تنطون مجال للمتظاهرين على مود ينقذون اخوانهم؟ يعني القضية مفتعلة يا أختي العزيزة، القضية هم جاي يشتغلون عليها، ويريدون عبادة ذي قار بأكملها، كوني على ثقة، يعني مو بس قضية المستشفى، حرف أمبوب يم المجسر الهولندي، يعني الشغلة جاي يشتغلون كل هاي لعبادة الشعب بأكملها. نعم. بالناصرية. سيد عباس، على قضية مقرات الأحزاب، للعلم لحد الآن لا يوجد مقر للأحزاب، وإحنا حذرناهم، قلنا لهم أي مقر للأحزاب وللميليشيات ما راح ينفتح، فلهذا السبب حتى قضية المستشفى التركي غلقوه، ولحد الآن مجرد بس يعني بس إشاعات يقولون المستشفى التركي انفتح، وبعدين هو كرفان اللي مخلينا بالمستشفى، يعني كرفان تعبان في هذا السياق. يعني بالحديث عن المعدات في المستشفى، ووفقا للرواية الحكومية فإن سبب الحريق هو تماس الكهربائي، ما مدى صحة هذا المبرر واقتناع الشارع العراقي بالمبرر الدائم بأن كل الحوادث التي تحصل في العراق سببها تماس كهربائي؟ ست العزيزة، بالنسبة للتماس الكهربائي بعد هذا ما ينطرى على الشعب، الشعب كله يعرف بهاي القضية. بالنسبة لثوار الناصرية، احنا قررنا قرار نهائي قبل 10 أيام أو 15 يوم، قلنا لهم هذا الموضوع، قلنا لهم أي مقر أو أي مكان للميليشيات أو للفصائل المسلحة ما راح يبقى بالناصرية، وحذرناهم أكثر من مرة، فلهذا السبب يريدون إبادة الناصرية بأكملها، مو فقط المتظاهرين، لا، راح يسوون الأكبر من عنده، أنا متأكد من هذا الموضوع. هم جاي يردون إبادة بحق شباب الناصرية. شباب الناصرية طلعت شباب وشياب، وطلعت نساء، وطلعوا أطفال لإزاحة هذه المنظومة الفاسدة. للعلم المحافظ أريد أنطيك رسالة توصينها، بالنسبة للمحافظ، المحافظ ما ترشح عن طريق المتظاهرين، المحافظ ترشح عن طريق محاصصات حزبية، واللي يدعون هم متظاهرين ويسمون باسم قضية الثوار، هم ليس ثوار، هم في المظاهرات دخلوا ويانا والخيم ويدعون هم قادة للتظاهرات، لا يوجد صحة بأن المتظاهرين هم اللي خلوا المحافظ، أو خلوا قائد الشرطة، أو خلوا رئيس الوزراء. يعني سيد عباس، تظن أن هذا بشكل أو بآخر هو عقاب لشباب الناصرية؟ برأيك من المستفيد من قتل مرضى مصابين بفيروس كورونا والمرافقين لهم من أهاليهم والكوادر الصحية في مستشفى الحسين؟ ست العزيزة، المستفيد من هذا الوضع كله اللي جاي يحصل بالناصرية هي ميليشيات خامنئي بالذات، خلنا احصر لك الموضوع بين قوسين، المستفيد من عندها ميليشيات خامنئي. للعلم الناصرية هي العدو بالعراق لميليشيات خامنئي ورب الله وغيرهم، التيارات والاحزاب والميليشيات. نعم.
هو عقاب، اللي جاي يحصل هو عقاب لشعب الناصرية بأكمله، واللي راح يجي أكبر من هذا الموضوع. كوني على ثقة. بس إن شاء الله لهم بالمرصاد، سنبدأ بالمقاطعة، وإن شاء الله سنزيلهم جميعا عن بكرة أبيهم من رئاسة الوزراء إلى 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 الحكومة المحلية بإذن الله. إلى أي مدى تعد هذه الفواجع وما ينتج عنها من خسائر بشرية نوعا آخر من الإرهاب الذي يتطلب مواجهته، وهل يمكن للحراك الشعبي بسلميته التصدي له؟ ست العزيزة، يعني احنا يعني لحد الآن جاي تتفجر بيوتنا، جاي يضربوننا، يعني ما نعرف، يعني لحد الآن اعتقالات عشوائية، يعني لحد الآن المتظاهرين جاي يوم القبض بحجة تهريب مخدرات، بحجة يحنطون الكريستالهم، يعني حتى المتظاهر البسيط اللي جاي يطلع يطالب حقوقه على موت كهرباء أو على موت قضية مستشفى أو أبسط الحقوق البطاقة التموينية، جاي يكبون أربعة خمسة من الثوار، جاي يخلون بجيبهم مخدرات، وجاي حتى ينطون على الإعلام يقولون ذولا مو ثوار، ذولا مهربين للمخدرات. يعني وصلت بيهم لهالدرجة، يعني جاي يتهموننا بالمخدرات، جاي يتهموننا بالكريستال، جاي يتهموننا بالشرق، جاي يتهموننا بأكثر، يعني بواي أمور يا أختي العزيزة. يعني ما أقدر، يعني هسه والله يعتز اللسان، يعني شريد أعبر بس ما أقدر أعبر. يعني إحنا يعني ما أعرف، الوحيدة بالذات أنا ولا قصورا بباقي المحافظات، الوحيدة بالذات أوصل لك معاناة الناصرية. الناصرية قلت لك القضية قضيتها العدو الوحيد في العراق اجمع هي الغير مطيعه لنظام خامنائي، وغير مطيعه لنظام قيادات او ميليشيات او المتمرجعين في العراق. بس ان شاء الله ان شاء الله راح نرجع باقوى باذن الله، وراح نزيح جميع فاسد بالناصرية من المحافظ إلى الصحة وغيرهم، وإلى حتى المستشفيات، حتى الكوادر الطبية. شكرا جزيلا لك عباس المدني، نشط في تظاهرات، حدثنا عبر الهاتف من الناصرية.